عملية واضحة يعني عندي محطة نخدم وشو بقول يعني كلام زاد وكلام تحاسب عليه قانونا لكن أنت هذا شبعني الناس والشكامرية حتى ما نفس الشيء والله في موسم يخدموا فيه والكواشيك حتى ما نفس الشيء اللي مفتح الموسم راه جاي يعني خسروا اقسم بالله نحن كنا مش خايفين منك عزيز فلوس ولا فلوس حتى فلوس لا ما كتبش لك قال لي انا ما نخدملكش فما ابصم تمشي ابصم يعني تفكر قاعدين هذوما جماعه البوطيات المده اللي فاتوا ثلاث شهور قاعدين يدوزوا فيه من جهه لجهه يوم الاحد يوم الخميس جيت قال لك قديمة يوم اليوم ما نجيش تاع بعد شهور يراضي ما جتنيش ولا جتني لا لا والله اللي ما حضر 5% اللي في راسي اللي في راسي تكلمت لا كلام مختص يعني يكفي يكفي والله السياره يكفي داك الشيء مقدم كيقول تضفت معهم محطة تاعي ولا؟ ما حيت هذا مجيء عيط على ستة سادسة ما خلناك تمام ستة محطات ولا؟ دير الشيء دور متاعك وكداش عندك هلية وكداش عندك بط باسمه وتعال انت يا محمد موضوع البطيات خلي هذا خلي هذا الصمت بيت كنت 15 ما قالوا 19 وقام عنده حلال على السيارة خلي نسمع من المحطات الثانية وزي شو عندك بتقول انت محمد شو عندك من البطيات شو ما عندي معلم بلا سيارة وين عند الورد الدعم بلا سيارة لا معلش تقول كل 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 بالنسبه للمجتمع 100% من الجماعه اليوم راهو انت يا احمد قول قول شي كاميرات نقول عصام انا ناخذ عصام يجيب لي فريق فيه 15 سياره ما هي اسكتوا على ايه هذا خطه زياده يجيبوا لنا انت اصلا انت مين اللي فيهم بالتليفون اه لا خلهم يعرفوا شو راح لا 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 اختتمت مات في هذه اللحظات اجتماع في ديوان مجلس البلدي بحضور أعضاء المجلس أيضا بحضور مدراء المحطات تمحور الاجتماع حول آلية توزيع مادة البنزين وما يعرف بمادة النفط ما هي الإشكاليات ما هي المشاكل ما هي الأسباب الحقيقية لعدم توفر هذه المواد للمواطن كان الاجتماع واضح بالنسبة للمجلس البلدي سوف يتعامل مع الجهات المختصة سوف يراسل الجهات المختصة وسيتم معاقبة أي محطة لا تقدم خدمات حقيقية للمواطن اليوم وضعنا النقاط على الحروف وسيتحمل الجميع مسؤولياته سوف لن نتردد ولن نجامل أي محطة في إغلاقها ما لم تقدم خدمات حقيقية للمواطن ونحن بدورنا كمجلس بلدي سنراسل الجميع الجهات الأمنية سواء كان الجهات التي تقوم بدعم هذه المحطات المؤسسة أو الشركات النفطية ما يهمنا أولا وأخيرا أن هذه الطلبيات التي تأتي يجب أن يستفيد منها المواطن بشكل مباشر ونحن بدورنا اليوم أرسلنا رسالة لكل المحطات أن الجميع سيتحمل مسؤولياته ولن يكون هناك طلبيات بإذن الله لن يكون هناك طلبيات تأتي باسم البلدية ويقومون بعض المحطات بتهريبها نحن اليوم سوف نقوم بمراسلة لبعض المحطات ويتم إقفالها وبالنسبة للمحطات الأخرى التي تشتغل بالعكس سوف نقف معها وسوف ندعمها بما نستطيع أن ندعمها وما هو في مجال اختصاصنا أما الأخرى سوف يتم مراسلة الجهات وإقفالها في حالة لا تقدم خدمات حقيقية للمواطن.